تنصح منظمة الصحة العالمية بدعم جميع النساء لتمكينهن من إرضاع أطفالهن. وفي حال الاشتباه في عدوى كوفيد-19 أو التأكد منها، من شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية الرضيع. اغسلي يديك قبل الإرضاع، اصعلي واعتصي في منديل ورقي وتخلصي منه على الفور. نظفي وطهري الأسطح التي تلمسينها، ضعي كمامة حيثما أمكن. وفي حال عدم توافر الكمامات، توصي المنظمة بالرضاعة الطبيعية رغم ذلك، حيث أن فوائدها تفوق مخاطر انتقال الفيروس المحتملة.